في إطار تحضير للدخول المدرسي لموسم 2024-2025، ستدعم قطاع التربية الوطنية لولاية سوهراس بخمس منشآت كبرى، حيث تتكون من ثانوية 1000 مقعد بسدراطة، وأربعة مجمعات مدرسية بكل من مدوروش ودريعة، ومجمع المدرسيين ببلدية سوهراس، إضافة إلى تسليم نصف داخليتين بكل متوسطة قعموزي بسوهراس ومتوسط محمد بوراس بسدراطة، إضافة إلى 21 قسم للطور الابتدائي و14 قسم للطور المتوسط، إضافة إلى مطعمين بكل من شويبية بسوهراس وهدلي مبروك بسوهراس. يشهد الدخول المدرسي هذه السنة التحاق 122,866 تلميذا عبر المراحل التعليمية الثلاث، يؤمون 408 مؤسسة تعليمية للمراحل التعليمية الثلاث كما قلت، بواقع 60,744 تلميذا في مرحلة التعليم الابتدائي و 43,446 تلميذا في مرحلة التعليم المتوسط و 18,676 تلميذا في مرحلة التعليم الثانوي. سيعيدون الحياة إلى مؤسساتنا التربوية.